كان جون هنري نيومان واحدا من الدارسين الذي فتحوا مسارات فكرية أرشدت الناس إلى المجهول. إنه رأي فابيو أتارد الذي حضر الأسبوع الماضي احتفالية بدء العام الدراسي في المعهد اللاهوتي الساليسياني في القدس، وألقى فيه كلمة حول الكاردينال الإنجليزي الذي طوبه البابا بنديكتوس السادس عشر خلال زيارته الأخيرة إلى إنجلترا. أخذين بعين الاعتبار التغير الملحوظ للأنجليكانية التي تبناها نيومان في عمر الشباب والكثلكة التي اقتبلها فيما بعد، نتساءل اليوم إذا كان المهتدي الإنجليزي يستطيع أن يبقى نبراسا يرشد. ليس نبراسا فحسب بل نور يشع، بمعنى أن خبرته سواء في الأنجليكانية أو في الكاثوليكية كانت تحمل مبادئ قادته في بحثه عن الحقيقة. ما كان نيومان يبحث عنه ليس ضلالات لم تكن لتقاوم تجربة الزمن، بل الأبعاد الأساسية للمؤمن وكيف يمكنه أن يكون عضوا في جسد المسيح. كيف استطاع هو في وسط الجماعة الأنجليكانية في البداية ومن ثم في الكنيسة الكاثوليكية الاستمرار في البحث عن تلك الحقيقة، وذلك على مستوى فكري، مع أن بحثه كان فكريا إلا أنه ينبع من القلب والذي بدوره يبحث عن تلك العلاقة مع الله. وعند هذه النقطة ينطوي التفسير الذاتي لحياته كلها. الترنيمة التي رتلت في البداية أرشدني أيها الروح اللطيف، كتب نيومان كلماتها عندما كان مسافرا على متن سفينة اجتاحت وسط الضباب في البحر الأبيض المتوسط لمدة أسبوع كامل. أعطى الأب مولي ستانيو وهو أب ساليزياني من مالطا لحنا جديدا لكلمات الترتيلة بهذه المناسبة. أوضح الأب أتارد في المحاضرة الأهمية التي يؤكد عليها الكاردينال نيومان في الرجوع إلى الأزمنة الرسولية والإصغاء إلى إرشادات أباء الكنيسة. في هذا المعنى ما يقوله لنا نيومان اليوم هو في جوهره ما عاشه بالضبط، فلنذهب لنبحث عن جذورنا، لأنه إذا لم تكن لنا جذور فسنقتلع. والشجرة المقتلعة لا تستطيع أبدا أن تحمل ثماراً، وإذا أثمرت شيئا فإنها ستعطي جفافا فقط وموتا في النهاية. جون هنري نيومان بالنسبة للأب فابيو أتارد هو كاردينال إنجليزي يسير بخطى أكيدة في درب القداسة.